وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المحامية دينا اللضي، رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان وعضو مجلس مفوضين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. أهلا بك في نشرة الثالثة، وإن تحدثينا عن مدى اهتمام مملكة البحرين بحقوق العمالة عبر تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة. تحظى نقابات العمال في مملكة البحرين بدعم لا محدود من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة، ورعاية حكومية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. ونحن في مركز المنامة لحقوق الإنسان نراقب كل ما يتعلق بحقوق الإنسان وحقوق العمالة على وجه الخصوص للتأكد من استحقاقهم لكافة حقوقهم، وتعمل البحرين على تطوير تشريعاتها الوطنية بشكل مستمر بما يكفل مزيدا من الحقوق العمالية، وذلك وفقا لإطار العمل الوطني من خلال التعاون النقابي والحقوقي والتشريعي متمثلا بمجلسي الشورى والنواب، مما وضع البحرين في مصاف الدول الرائدة في مجال حماية القوى العاملة بسبب تحسين ظروف بيئة العمل وضمان سلامتهم من مخاطر العمل، خصوصا في الظروف المناخية الحارة والرطبة التي تشهدها البحرين عادة في شهري يوليو وأغسطس سنويا. وبذلك تكون البحرين عالجت من عام 2013 عند صدور قرار منع العمل في فترات الظهيرة إلى يومنا هذا. نعم. كما نجد هناك التزاما كبيرا من المنشآت بحسب التصريحات الرسمية، مما يعني وجود وعي كامل بأهمية هذا القرار في حماية العمالة من الإجهاد والإنهاك الحراري وضربات الشمس التي تشكل خطرا على حياة هؤلاء العمال. مقارنين بذلك عند النظر للموجات الحارة التي تضرب بعض الدول والتي تهتم في مجال حقوق الإنسان، إذ لا نجد أي حراك لحماية العمالة من الإنهاك الحراري ومما يترتب عليه من خطورة على العمالة، بينما البحرين تعاقب كل من يخالف قرار رقم 3 لسنة 2013 والمتمثل بحظر تشغيل العمال التي تقضي طبيعة عملهم التواجد تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة، وتنص المادة على عقوبات رادعة. نعم. سبقها وعي المجتمع وأصحاب المنشآت والعمالة بأهمية الالتزام. أستاذة دينا، ما تعليقك بخصوص التشريعات المطبقة في مملكة البحرين فيما يتعلق بحقوق الإنسان والعمال تحديدا؟ دائما البحرين رائدة في مجال حقوق الإنسان عامة وحقوق العمالة خاصة، إذ البحرين يعني من الدول السباقة اللي من كثيرة الاهتمام في جميع المجالات التي تصب في مصلحة ومكتسبات عمال مملكة البحرين. حددت يوم للاحتفال بيوم العمل الوطني، يعني البحرين سباقة في كثير من التشريعات ونالت على يعني مراتب متقدمة في العناية بالعمال. نعم. ولا تفريق ما بين العمالة الأجنبية أو العمالة الوطنية. نعم، بلا شك. المحامية دينا اللضي، رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان وعضو مجلس مفوضين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك.